الخريجين بتقبليهم، أي حدا منهم عنده تجربة بتبعتي وراء المقابلة. وهالموضوع ما بيخصني لإلي، رؤية مسؤولة عنه. يا الله، ما فيني اقبلك معك بكالوريا، بس كمان انا معي بكالوريا، بس ما فيني اكون قاسة موسيقى هون مثلك. اها، هون عنا خريج معهد الموسيقى وخبرة سنتين بالتدريس، سعيد لقمان، بتصل فيه. هذا هو رقمه. جاية جاية. مري. مرحبا. بلا مؤاخذة، بدي ناريمان اعملي معروف. ايه بس حضرتك انا ما عرفت مين. اريج ارجي اغلو، ماجد ابني. ناريمان بالبيت؟ مو هون، طلعت. يلا هلا روحي. بس دقيقة، بس دقيقة، لسه في بيننا كلام. مين اجا نوران؟ هاي المرة بس ليكا رايحة، هلا بتكملي لتحت من هون لآخر. فايز بيك ما؟ ماجد ونريمان حنحكي بموضوعن إذا سمحت. خير؟ شو هالسيارات الفخمة اللي بتضل قدام بيت ناريمان خانوم؟ ماجد أرجي أغلو وأنت عم تتناوبوا على زيارتها؟ قال المسا هالمناطق خطرة عم تكون. ايه قلت بشوفها بالنهار بلكي أصبط. بالله عن جد؟ إلنا سنين بهالحارة بس لحد اليوم ما شفنا شي من اللي عم بتقوله أبدا. ليش مو من كم يوم ماجد وعاصي؟ ايه علقوا مع بعضهم؟ موضوعهم غير. كيف غير بقى؟ أنت ليش عنا بالحارة؟ أرجي أغلو ضايع مثلا؟ ماجد وينه؟ مانو عندي. عم اسمعك قولي. ابني وبنتك صار في علاقة قصيرة بيناتهم، بيقولوا رابط محبة. انتو بتسموها رابط محبة، بس نحن علاقة منقول. توبة استغفر الله. على كل حال، ناريمان وينه؟ في موضوع مهم. ناريمان مانا هون. تماما مثل ما عم فكر. الاثنين بما انهم مو موجودين، ابني وبنتكن مع بعض هلأ. أكيد هني بمكان بعيد ومنعزل. اسمعني، بالنسبة إلي هالشي مهم. يمكن تكون ناريمان اتصلت فيكم وابني مو مبين، ولازم تحسوا معي بشوية اهتمام. يعني بتوقع إنه قضوا الليلة مع بعض، بس لوين راحوا؟ وينهم هلأ؟ وين ناموا؟ بأي منطقة؟ بدي أعرف منكم اليوم. إذا عرفت رح سامحهم، بعدهم شباب ما بيعرفوا شو نتيجة رغبتهم القوية ببعضهم. عم تفهموا علي؟ لازم أعرف وينهم، بدي يطمن هالقلب.
سكتي، روحي من هون، دوري بحضن وحده تانيه. توبي، استغفر الله. يا فايز، انت مستوعبه اللي عم تقولي يا خانم؟ ناريمان اشرف منك، معقول تصدقي كلام اي حدا مجنون بيقول لك انه قضت الليله هي وابنك؟ كسبتي خطيتها بافترائك الظالم. امبارح كانت بالبيت قدام عيني. ماجد، كان هو ونريمان سوا امبارح. شو بدي اقول لك بقى؟ اللي ما بيعرفنا منيح بيفكرنا مثله بلا شرف. يلا هلا، يلا روحي يا خانم، ناس ما عندهم ضمير. تفضل. أريش خانو، شو عم تعملي هون؟ عم شوف وينه ماجد. آخر شي إجا على الحارة وقال إجا ليشوفك. بظن أنا كمان ساويت اللازم وما عم بعرف مكانه. مبين إنه أبوك محفظك الدرس. عن جد أنتو كلكم كذابين. شكراً كتير. بابا وأنتي شو حكيتوا؟ مو مهم بنوب، أصلا مشاكلكن يلي بالبيت هاد شي بيخصكن. ألو فخرية، أريش خانم إجت على الحارة. ما قلت لك يا حب؟ ذكرتي؟ هدول العيلة رح يجوا واحد ورا الثاني يدقوا بابك، ديري بالك. فخرية، ماجد مو مبين بنوب، مشان هيك إجت. لك من الصبح عم بتصل وخطه مغلق لساته، مشغول بالي عليه فخرية. طيب، شوي وبجي. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق الصخب. أنت وينك ماجد؟ وينك؟ لا تأخذني، عزبتك معي جواد. لوين بتحبي؟ وصلك على البيت؟ مو هلأ، روح على الشرطة أول. أهلين حبيبتي، حابة أعرف شو حكيتوا. فخرية صدقيني ما بيهمني غير ماجد بالوضع الحالي وبس. اللي بدي إياه إنه يرجع، ووقتها يصير شو ما يصير مو مهم، وأنا قبلانة بكل شي ممكن يصير معي. الظاهر صرتي عم تحكي بقوة أكتر. ماجد شلون رح نعرف وينه؟ خير إن شاء الله. ما عم يجاوبك؟ أي طبعاً، بعد الخناقة اللي عملها ماجد، إذا عملتيه بلقم مثل ما عملتيني إلي أكيد ما بيتحمل. هو بيخانق كرمالك وأنت بتعامليه بلقم. لا تظني الكل عاصي. معصبة مو وقتك. كمان أنا والله معصب،
ماجد انت جبرته على الخناق. لانك ما عم تتركني اتنفس عاصي. ما بدي لا عشقك ولا حبك لانك ما بتعني لي ابدا. بحب ماجد مفهوم؟ عاصي ناريمان انت منيحة يا عمري؟ ماجد ما له أثر لليوم، كيف بدي يكون؟ عاصي خير رؤيا، شوفي اسمعي، مو حابب اخذ واعطي معك بلا ما اجرح قلبك. مو اول مره بيجرح قلبي، حدا غيرك جرحني. ماني قدران اتحمل تصرف ابوك نيفين، مو هذا الوقت المناسب لهيك عمله. عيلتك لازم تصبر اكثر من هيك. ماجد على وشك انه يوفي كل الديون المطلوبه. ما لقيت ابني باي مكان كريم، ماجد مختفي. روقي شوي قريش. ما بتفهم؟ عم اقول لك انه ماجد ما له اثر وانت لسه عم تقلي روقي. دقيقه، ماجد مختفي ومن ايمتى خالي قريش؟ له يومين ما له أثر بنوب، وتليفونه كمان مغلق، كل قرنة عم ندور. أول مبارح نام عندي. وبعدها؟ آخر مرة حكيته كان رايح يشوف ناريمان بالحارة، وبعدين ما عاد شفته. طيب حاتصل بالشرطة. لا تتصلي، خبرناهم. الشرطة هلأ عم بتدور عليه بكل مكان. ماشي، أنتوا شاكين شي بحد عمله؟ إيه. عاصي بس احكي لشوف شو قصدك من الحكي اللي قلت لي اياه امبارح. عم بسألك انت وينك امبارح؟ ليش؟ تمشيت على البحر. عاصي ما علي بتكذب. بعدين بحكي لك. لا هلا احكي، عم بسمع. اذا معتبر حالك اخي عن جد انا لازم اعرف امبارح شو صاير معك. انا عندي فضول اعرف شو جابت لك ناريمان بلوي. جهاد امبارح الشرطة شو جابها هلا؟ خير؟ ليش ارتعبت؟ ليكونوا هلا جايين يسألوا عنك. شفت لي أحسن محامي بالبلد؟ شفته وحكيت معه، ما تحملي هم أنت. لك اتركونا من المحامي والمحاكم هلا. رح تفضحونا قدام الجيران والمعارف، عيب هالحركات. أنا انضربت، مو أنت.
مو شايف حالتي كيف؟ عم يوجعني جسمي كله. يعني سامحها؟ خليها تنفض بعملتها؟ إلا يعطيك العافية؟ هدول بكل فرصة بيتهجموا علي. بكرهون. بتتذكروا قد دفشوني على الدراج؟ وبالزور قمت؟ زهرة المجنونة وقتها هجمت علي وقالت لي رح موتك. كنت رح موت يا اسماعيل. هي معها حق بابا. شايف شو عملوا فيها؟ رح ياخدوا جزاتهم طبعا. يا رب تاخذ لي تاري وهديك تاخذ الشرطة وتزتها بالحبس وتضل قاعدة هنيك أكتر من 100 سنة إن شاء الله. خليها تنفضح قدام العالم. عيب عليكم، الحبس فكركم بيحل المشاكل؟ نحن نسايب كيف رح نطلع بوشهم؟ أي وش إسماعيل؟ مو طاسس شو عمليت؟ مو شايف وشي كيف صار؟ كمال سمعته لأبوك؟ ما ضل غير يروح ويتشكر هاي زهرة لأنها قتلتني ويقول لي كتر خيرك لأنه أنا ما قدرت أعملك لهالسنين وإنت هلأ عملتيها. يسلم إيديكي. أنتو ما عاد تستحيتوا تصطفلي منك لأبنك، ما عاد اتدخل فيكن. شو عم تقول أنت؟ لك أنت شو؟ ما عم تشوف منظر شلون؟ عم قول الله أعلم شو عملتي لزهرة حتى عصبت منك. أكيد قلتي لها شي بيسم البدن مثل عوايدك. لو إنك شوي بتحترمي حالك كنا عشنا مرتاحين كتير. بس يا حسرتي. شو هاد؟ شفته لأبوك؟ أنا يلي باكل القتلة وبتبهدل كمان. طولي بالك أمي، أنا مظلومة، أنا مظلومة. خلص بقى روقي، يقول شو ما بده، بعرف شو أعمل فيهم. بعرف بس قاسية ببطنة الولد، بس خلي ابني يخلق بالأول، خليه يخلق ومنشوف. شو ضل على الولادة كتير يعني؟ آسيا وقت تولد نحن رح نخليها تقعد ببيت أهلها لآخر عمرها. وقت تولد شو بدنا نعمل يا حزراك؟ مناخد الولد وانت بتطلقها. ليكي وبركي هدول ما قبلوا هالشي. إذا ما عطوك يا إلك لمين بدهم يعطوه؟ العيلة كلها صاحبين سوابق. ها المحكمة أصلاً الولد ما بتعطيه لأصحاب سوابق، ما تخاف. مظبوط. سلامة قلبك أمي. ميرفت بترجاكي لا تسكري الباب لو سمحتي. اسمعيني بس، بدي أعتذر منك. ليش؟ لأنه أمي سمعت كلامها لهدى خانم لما اجت لعنا، حكت لأمي كلام شروي غروي، وبس وصلت على البيت أمي كانت حتموت من ضغطها العالي. أخذتها على المشفى وهي على الآخر. عرفت، خبروني. ما تنقهري الوالدة، صارت منيحة. المهم نرجع لبعض. لا تلومي أمي، وضعه وبتعرفي هيك الختايرة بيصدقوا بدون ما يتأكدوا دايما. هي قالت لأمي بعد ما نتجوز ميرفت رح تقلعك من البيت. يا الله منا. وبعتت لك هدول بدون ما تخبرني، صدقيني لو كان عندي علم كنت منعتها. محبسنا وينو؟ عندي. قالت أمي لازم نصغره مشان هيك بعتي ميرفت. يعني أول ما شفت هدول الأغراض يلي إجوا من عندك فورا فهمت القصة. كيف بتصدقي إنه ممكن أنا أتركك؟ معقول؟ ميرفت والله أنا ما فيني أعيش حياتي بدونك، لو سمحتي خديها. عاصم اسمع، ما بقدر. خديها مشاني، قلت لك أنا مالي علاقة. هدى خانم وقت قالت لأمي إنك رح تضربيها أنا ما صدقت كلامها أبدا. يعني تخيلي ميرفت بلشت تقول إنكم حاولتوا تقتلوها وإنكم دفشتوها من على الدرج لتحت. والله لك معقول هالحكي؟ طيب ما بتدخل بعقل البني آدم يا زلمة. دخيلك ميرفت بلا ما ندمره لمستقبلنا كرمال كذبة. ميرفت، ميرفت زهرة بالبيت؟ ايه بالبيت. لك ميرفت، صحيح الحكي اللي سمعته هلأ من أهل الحارة عن أمك؟ فوتي خالتي لنحكي جوا. اسمعي، قال زهرة ضربت هدى خانم بنص الطريق لحتى غابت عن الوعي ومسحت فيها الأراضي. ايه وانتو على المخافر رح ترجعوا. تسكر هالموضوع. ما تسكر ولا شي، انفتح من اول وجديد. ما تقولي انه انا خبرتك. هدى راحت اشتكت على امك بالمخفر، شو رح تعملوا هلا؟ اه
المخلوقة جسمها كله متورم، لما راحت على المشفى أخذت تقرير إنه انضربت وذكرت كل أهل الحارة على إنه نشهود. لك آخ لو تشوفي حالتها أضرب من وقت اللي وقعت عندكم من على الدرج. دراج؟ يعني أمك ليش ضربتها وشوهتها للمسكينة بنص الطريق؟ آه عيب والله. بعدي ميرفت شو هالحكي اللي عم تقوله؟ اللي سمعته هلأ وشفته عاصم. هاي تاني مرة بتجي لعنا بسبب تورطك بمشكلة. مزبوط سيدي، السبب انه امي وهدى خانوا متعلقوا من فترة. تعرف انا ما عم دافع عن امي بنوب، بس هدى خانم هي اللي ضايقتها لامي. فيكن تسامحوها سيدي؟ انت شو عم تخرف؟ تركني من قصة امك واحكي لشوف بدون كذب. وليش لأكذب؟ ماجد ارجي اغلو شو عملت فيه حضرتك؟ ماجد ارجي اغلو وين هلأ؟ ليش أنا مخطوف؟ بعرفك أنا شي؟ ما تحكي يلا. على مهلك يا أبضاي، بعرف إنك إنسان مثقف وواعي وهادي، مو عصبي، جفص كتير ونفسي تحامضة. بدك تتركني أمشي؟ ما فيني لأنك ضيفي هلأ. ماجد أرجي أغلو. المهم بقائك عندي هالفترة بتحددها محبة أبوك. معناها خطفتني لتاخد فدية. خطفتك كرمال حصل مصرياتي. أبوك متدين مني مصاري. قديش؟ أخذ 10 مليون دولار. شوف يا أبضاي، بدي حقي يرجع كامل وغير هيك ما بقبل. والمصاري مهما كان الثمن يكون رح أخذهم من أبوك لآخر قرش ورجعوا لحقي عدوز بارا. عم تفهم كلامي؟ طبعا عم بفهم، بس بابا من سابع المستحيلات انه يدفع لك المصاري. يا خسارة كان بودي استضيفك عندي بظروف افضل من هيك بكتير. لا تأخذني، الوقت مو مناسب. هاي هاي بابا ما في يدفع لك المصاري، لهيك اتركني امشي. طالعوني.
ايه عمو كريم لهلا ما طلع، بعدهم عم بيحققوا. قدرت تعرف مكانه؟ شو عم بيقول؟ عرفوا وينه؟ المحامين ليكن هون عم يضغطوا عليه ليحكي. طبعا لهلا ما عرفوا وينه، بس في دليل واحد، لاقوا موبايله لماجد بمكان قريب على بيت ناريمان. برجع بحاكيك وقت اعرف شي عنه. خير؟ انت كمان متورط بقصة خطف ماجد، خططتوا سوا لهالشي. ولك شكون ربك نحن بالمخفر، وإلا كنت دفنتك بأرضك بما أنه معصب، لهيك سد بوزك ولا تعصبني أكتر. جواد؟ جواد شو الموضوع؟ ماجد وينه؟ تبعي هدول. طيب فايزة خانم أهلا وسهلا. نيفين بمكتبة؟ إيه بمكتبة، بس مو لحالة، كريم بيك وسليم بيك وأريش خانم عندها. شي كتير حلو شوفكن كلكن مجموعين. أكيد هلأ بتكونوا حكيتوا مع المحامين. كريم، أريش، يا ترى إمتى رح تطلعوا من الشركة بقى؟ أمي مو وقت هذا الحكي. نيفين عندها حق فايزة، بيتأجل حديثك لأنه هلأ في موضوع أهم لنحكي فيه لو سمحتي. بالنسبة إلي موضوع الشركة هو أهم من أي شيء تاني، لازم الكل يعرفوا مين هن أصحاب هاي الشركة الحقيقيين. الشركة إلك والمصاري كمان إلك. أي شيء منهم ما بيعني لي، حاجة تعيتي أنتي. أنتي كيف تعتبري حالك أم؟ لسه من أسبوع كنتي إلا شوي رح تخسري بنتك. نسيتي معقول؟ أنتي شلون ممكن تنسي؟ الشركة والمصاري هنن كل همومك؟ ها؟ انتو كلكن شو طبيعة تفكيركن؟ أنانيين، كل يلي بهمكن الشركة والمصاري وبس. يلا كل شي خدوه إلكن. كل شي فيكن تاخدوه، بس بدي ترجعولي ابني. مو مبين لأنه ماجد اختفى وأنا رح أفقد أعصابي. ماجد وينه؟ ماجد مو مبين لحد اليوم. ماجد وينه؟ وينه ابني؟ وينه؟ يا ربي دخيلك، وينه ابني؟ وينه يا ربي؟ وينه ناريمان؟
يا عمري سألتيها عن ابنك؟ ماجد بس عرف انه رح يضل على الحديدة ما لقى غيره لحتى يروح لعنده يواسي. سليم، شوفي فخرية. بسم الله، شوفي كسرتي الباب. عاصي أخدوه على المخفر. ليش؟ قال يمكن مشان ماجد أرجي أغلو. شلون يعني؟ أنا شو بيعرفني هيك، سمعته إجيت لقلك. لكن بينه لأنه الشباب متخانقين، يعني واحد قتل التاني، اللي أكل القتلة ما تحمل الإهانة، كبرت براسه وما نسي له إياها وفكر ينتقم، وإجت الشرطة أخدته، وبعدين التاني. ييي فخرية، وينه التاني؟ والله يا خالتي مو مبين أبدا، مختفي. ليش ما خبرتني أول شي جواد؟ حياتي شو أعمل؟ قلك إنه أنا بالمخفر تاعي؟ نيفين شلونة؟ على حالة، بس خالي أريج وضع ابنه. هلأ قلي ماجد وعاصي متخانقين؟ إيه، إجا لعندي وشبعان قتل. آخر شي قلي حيروح لعند ناريمان، وبعدين ما عرفت شي عنه. ومشان هيك متهمين عاصي بأنه قلو إيد بالخطف؟ إيه، بس هي مو أول خناقة هو وعاصي. هاي طلع حدا منكم بيفهم. شو عم تقول انت؟ شو عم تخرف؟ اذا كل الادله ضد عاصي، ليش انت عم بتدافع عنه؟ شوف يا بطل، لو جبت لي دليل قاطع بيثبت انه هو، ما بصدق، لانه عنده انظف قلب ومو راكد ورا الخطف مثل الزعران، بس بيحبنا ريمان، هي مشكلته الوحيده، وامله انه تحبه. الف مره بيتوب والف مره بيفكس التوبه، لانه حبه عن جد حقيقي وما في مصلحه. بس ليك، حتى لو حدا حاول يأذي ما هيك بيتصرف، لأنه هو إنسان. عم تفهم؟ عاصي شاب كتير محترم. والله أنت بالقلب. إيه والله. هلا مغلق خطه، ما عم صدق ابنه. كريم، كريم بترجاك دور عليه وجيبه. أنس، مو فاضي لك هلا، موجود باجتماع، رح شوفك بعدين. دورتي بالمطارح يلي ممكن يكون فيها؟ سألت عنه بالمستشفيات وبالأوتيلات القريبة وبشركات الطيران وبكراجات البولمانات كمان، بس ما في اسم إلو بنوب. كريم بيك، ممكن لحظة إذا سمحت؟ ممكن توقيعك إذا بتريد؟ وينه؟
أنا كتير كتير بحبك. أنا بموت بعيونك. كله بسببي.